صورت البلوكات كلها. ادري بلديه خلي لا تخلي في سفاره لا تخلي شيء. تعال عمي كم تقلق قلبت انت؟ اربع تقلات قلب من هنا ليش؟ هذا من يقرره؟ هذا مو اول حادث يعني. مقطع الفيديو هذا لحادث كاد ان يخطف حياه شاب في مقتبل عمره بعد ان مر من فوق احد اغطيه شبكات المجاري لتصطدم عجلته بطابوق بناء وضع كعلامه تحذيريه. والله قدامي اكثر من حادث يعني حادث صار سياره صدمت بسياره. ولم ينتهي الامر عند هذا الحد، ولم تنقضي عده ايام حتى تكرر الحادث نفسه. اغطيه فتحات المجاري في هذا الشارع أصبحت عبارة عن ألغام لا يستطيع أصحاب السيارات المرور من فوقها. يعني غطية سيارة انترة وسيارة صفرة وراها جتة، يعني ما لحقوا من ورا المنهول، يعني منهولات يعني حيشكم حيش من اسمعني فردنا منهولات قذرة. وتارة ثالثة يعيد المشهد نفسه بحادث آخر، والسبب ذات السبب. يتحرك غطاء فتحة المجاري من مكانه عند مرور السيارات، وضحية أخرى يضاف إلى قائمة ضحايا المنهول كما يسمى محليا. جاء ضرب البلوكات هنا افترت بي السيارة وراها بفترة ما طولت جاء واحد طاير من الثالث طالع قبل فوق المنهول قضب صاب وصاب راسه صار جوا السيارة قبل صار الصوت. ثاني يوم العصر واحد جاء مقادي طاير ويا نسوان ضرب المنهول طقت المنهولة. الجدل قائم ما بين البلدية ودائرة المجاري، وبعد عدة حوادث متكررة بدأت دائرة المجاري بصيانة الأغطية في شارع اليرموك، لكن الناس لم يعد لديهم الثقة بالمرور من فوقها، فقد يعيد المشهد نفسه بحادث آخر. للأسف تم رفع هذه السقوف من قبل المقاولة أو الشركة المنفذة بطريقة غير صحيحة. تم رفع عدة كتب رسمية لمديرية بلدية الموصل لإشعارهم بأهمية الموضوع وخطورة العمل والأخطاء التي وقعت بها الشركة المنفذة. عدد من أغطية فتحات المجاري أصبح قضية رأي عامة، حتى وصفه بعض المدونين في مواقع التواصل بالغطاء القاتل، وذلك بتعبير ساخر لما يجري. أيام قليلة وستتضح الصورة، هل سيعود هذا الغطاء ويفرض شره وينصب الفخاخ مجددا، أم سينتهي كل شيء؟ وإن كان التساؤل مطروحا فالأيام كفيلة بالإجابة. من الموصل محمود الجماسة، قناة التغيير.